خليني في الأول أوجه لكم الشكر جميعا وأقدر كل ما تم طرحه سواء من جانب الحكومة وأعضائها أو من جانب بقية الضيوف اللي موجودين يعني. وأنا أقدر أستشهد باتنين كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف والأستاذ إبراهيم عيسى. والتقينا مع بعض وقلت إن الدولة المصرية لديها تحديات كثيرة، التحديات دي تحدي اقتصادي وتحدي سياسي وتحدي اجتماعي وتحدي ثقافي وتحدي ديني وتحدي إعلامي، مش كده؟ يعني الكلام ما تغيرش. وكان المعنى اللي أنا عايز أقصده هنا ما قلتش عيش، حرية، عدالة اجتماعية. ساعتها أنا قلت إن إحنا الثورة كانت إعلان، أنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت وتغيرت، كانت في تقديري أنا شهادة وفاة لدولة. شهادة وفاة لإيه؟ لدولة. 2011 كان إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة كتير من الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. التحديات اللي كانت موجودة لدولة كانت ممكن تقوم على 20-30 مليون وبقت 80-90 مليون دون أن ينمو كل شيء، بما في الثقافة وبما في التعليم وبما في الصحة وبما في بقية الموضوعات اللي خاصة بالمجتمع وتطوره، ما نمتش كده. بالعكس كانت في تحديات أكتر، مع عنصر بقاله 90 سنة تقريبا قاعد بينخر في عظم وعقل ووعي الإنسان في مصر. 90 سنة بيعمل كده. انتوا لازم تكونوا عارفين يعني إذا كان في حركة تنمية عالية فهي أساس للبناء عليه، ما نقدرش نغفله. ما أقدرش أقول لك إن لو ما عملتش المدرسة وأقول طب أنا عايز ممارسات حقوقية حقيقية بين الطلبة وبعضها. أنا هقول للأستاذ شريف من يومين كان جايب ولي أمر لطالب من الهجرة غير الشرعية في 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 إيطاليا في إعدادي. تفتكر هذا الطالب تلقى تعليم جيد يخليه يفكر وهو في إعدادي يهرب من مصر ويروح السلوم ويطلب من والده 25,000 جنيه؟ والده صحي ما لقاهوش في البيت. يعني انا بس بتكلم، انا مش هتكلم على الاسره خالص، مفهومي انا هتكلم على دور المؤسسات الدوله. هل الاعلام بتاعنا، هل التعليم بتاعنا، هل المؤسسات الدينيه بتاعتنا اللي هم اللي بيشكلوا الوعي والراي لدى مواطنيها، هل بالطريقه دي اللي اولاد في سن 14-15 سنه يسيب مصر ويروح عشان هو ما عندوش امل في بكرة بتاعه، فرايح يستفيد من القوانين اللي موجودة في إيطاليا؟ مش سر يعني إن هي السن ده مش هيبقى عنده إشكالية وهيستمر لغاية لما يبلغ سن أكبر من كده. اللي أنا عايز أقوله بصراحة إيه؟ هو إن في مقاربة يعني تنظرية مهمة، لكن في مقاربة تنفيذية أهم. لأن أنا لو ما قدرتش أعمل المقاربة التنفيذية لكل اللي أنتوا بتقولوا عليه ده مش هيبقى فيه اساس، هيبقى كلام بس. واحنا نستطيع ان احنا نقول كلام جميل وكلام مترتب وكلام يتسمع الناس كلها تقبله،